مواطنون لا يزالون يشتكون من حالة عدم الاستقرار واتساع عمل العصابات العشوائية والمنظمة في أكثر من محافظة. الأجهزة الحكومية وبحسب نشطاء لا ترصد الأحداث إلا بعد وقوعها، مستعينة على ذلك بما تسجله كاميرات المراقبة. أما على الأرض فما من حلول عملية أو ملاحقة حقيقية وفاعلة ومؤثرة. في البصرة عصابة تسرق حقائب النساء والسيارات، تعالوا نشاهد. لا الزحام النوم لا ما يهرب ما يهرب دعمي هو نصيب من سيارتي.